دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الملفات اللي بتهتم بيها الدولة المصرية وبتدعمها بطرق مختلفة، منها إطلاقها مؤخرا معرض بيزنس يا شباب للمنتجات الحرفية واليدوية المقام تحت شعار شباب مصر مستقبلها، واللي نفذته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتم تنظيمه في استاد القاهرة الدولي بحضور عدد كبير من الزوار اللي دعموا المنتجات المصرية وأشادوا بجودتها وتميزها. هنعرف تفاصيل أكتر عن المعرض وفعالياته من أميرة أحمد، إحدى مسؤوليات التنظيم بمعرض بيزنس يا شباب ورائدة الأعمال آيات علي، وهي إحدى المشاركات في المعرض. أهلا بيكم ومنورين. شرفنا ومنورنا. أهلا بحضرتك. أنا زعلان منك يا أميرة. ليه بس؟ يعني بيزنس يا شباب، مش شباب انا، مش تكلميني يعني شوفي اخوكي معاك وكده في اي حاجه، يعني ده اول حد هنكلمه في الدوره الجايه. انا مستني. طب فهميني ايه الحكايه بقى. طيب، معرض بيزنس شباب هو معرض اطلقته الوزاره، وهو تحت رعايه دوله رئاسه مجلس الوزراء. هو هدفه ان يخلي الشباب تقدر تعرض منتجاتها اكتر باسعار متوسطه، فبالتالي الجمهور يقدر ان هو يعرف اكتر عن البيزنس الشبابي دلوقتي، لان احنا حاليا كل الشباب بتشتغل وكل الشباب عايزه تعرض منتجاتها وتبينها اكتر. فالمعرض كان زي حلقه وصل بين الشباب اللي بتنتج واللي عايزه تبين اكتر منتجاتها وتعمل ماركتنج لشغلها اكتر، والجمهور اللي عايز يستهلك المنتجات دي. هايل جدا، برحب بيكي ايات مره تانية، وعايزين بقى نعرف مشروعك عباره عن ايه. هو انا بصمم كروشيه ومكرميه، حبيت انقلهم بطريقه معينه، يعني اقدم حاجه مختلفه عن المكرمية. دورت في حاجات في الحضارة المصرية القديمة، ويعني جبت حاجات معينة فيها تنفع أنفذها بالمكرمية، بعقد المكرمية، وأقدر أستخدمها ديكور في بيتي دلوقتي، يعني في بيوتنا، يعني تبقى ماشية تمام. الشكل كله فرعوني ولا ممكن يعني تخليه مودرن شوية أو تدمجي بين الاتنين؟ لا، ما هو دمج ما بين الاتنين. يعني أنا عايزة أقدم حاجة ليها أصول مصرية قديمة، يعني مثلا زي البومه احنا بنخاف منها، هي ده مختلف تماما عن الواقع. يعني هي كان طائر ليه مكانه عاليه في رمسيس الثاني، عهد رمسيس الثاني، وليه عملوا له حنطوه، عملوا له تماثيل كتير. عملته انا بالمكرميه، والحمد لله لقيت ناس كتير قوي عاجبها، فده كان. دي صور من مشاركتك في المعرض بالظبط. طيب، كده واحنا بنتفرج على الصور كده، ممكن تقولي لي او تقولي لنا بشكل عام المعرض فرق معاكي في ايه؟ ممكن في الانتشار شوية، يعني أنا بالنسبة لي ناس عرفتني أكتر. المنتج بتاعي أنا معتمدة على الأونلاين، ودوت يعني أنا واحدة من الناس لما باجي أشتري أونلاين ببقى قلقانة. عندي الأزمة دي برضو. كلنا على فكرة. كل الناس. يعني أنا بحب أحط نفسي دايما مكان اللي هيشتري الحاجة، هيبقى عايز يشوفها، يشوف جودتها. فكان عندي أكتر يعني حاجة ان انا مركزة عليها، ان الناس تشوف التقفيل الشغل، تشوف الجودة بتاعته، تشوف يعني التصميمات بتاعته بالظبط. تشوف التصميمات كمان، ان هي كانت يعني الحمد لله كانت تصميمات مميزة جدا في شوية في الشنط الكروشيه، والاكتر كان في المكرمية. طيب، نرجع لأميرة تاني. عدد المتطوعين المشاركين في المعرض، هل في شروط بتنطبق على هؤلاء المتطوعين علشان يقدروا يكونوا متواجدين بتميز ويقدموا الخدمة المطلوبة منهم؟ أكيد. هو احنا كنا كل يوم بيبقى فيه تقريبا 30 متطوع. 30 كل يوم؟ كل يوم، يعني في المعرض كله تقريبا كنا حوالي 200 متطوع في الآخر يعني. بس كل يوم بيبقى فيه 30 متطوع. احنا بنبقى مسؤولين عن يعني رحلة الزائر من أول ما يدخل الاستاد خالص لحد ما يخلص كل حاجة. احنا موجودين كتوجيه، تنظيم جوه المعرض، لو حد عايز يسأل عن أي حاجة احنا موجودين. غير كده احنا لينا دور تاني ترويجي اكتر في المعرض، ان احنا كنا بنوثق المعرض نفسه، وبننزل عندنا على بيج مستوى شباب الرياضه، بننزل كل اللي بيحصل في المعرض كل يوم. فاحنا كنا دايما موجودين بادوار مختلفه، ان احنا بنوثق وبننظم. وغير كده احنا كان لينا كمان جناح داخل المعرض بنعرض فيه منتجات للشباب بتوعنا، المنظمين اللي عندنا، المتطوعين اللي عندنا من كل المحافظات، كان لينا برضو جناح فيه. فاحنا كنا موجودين ثلاث ادوار تقريبا في المعرض. كلكم بتقوموا بنفس الادوار في نفس الوقت ولا مقسمينها كجروبس؟ لا، احنا متقسمين عموما في المشروع عندنا سبع لجان. انت مثلا كنت بتقومي ايه؟ انا دوري توثيقي اكتر، انا نائب مسؤول لجنه السوشيال ميديا في مشروع متوازن شباب الرياضه واي. فاحنا عندنا دور توثيقي مثلا في المعرض. في شباب تانية لجنة العمليات أو لجنة التنظيم، دي المسؤولة عن التنظيم في المعرض أو في يعني حاجات تانية غير المعرض أصلا. عندنا لجنة علاقات عامة، لجنة دي مسؤولة عن إن هي تقدر تيجي مثلا لو احنا عايزين سبونسر أو عايزين نعمل شراكات مع حد، عندنا علاقات عامة.
عندنا اتش ار عشان ينسقوا العمليه بيننا كلنا كشباب، وعندنا لجنه اعلام مسؤوله اكتر عن اللقاءات وعن الاخبار والكلام الجميل ده كله، وعندنا لجنه تدريب عشان نقدر ندرب الشباب بتوعنا ان هم يقدروا يبقوا موجودين في الفعاليات المهمه اللي احنا بنشارك فيها، وعندنا اخر حاجه لجنه البحث والتطوير دي عشان نعرف نعالج المشاكل اللي عندنا ونعرف نطور نفسنا اكتر ونواكب اللي بيحصل أكتر.